واش النشويات كتغلط؟ هذا سؤال كيتعاود بزاف وبشكل يومي، والجواب ديالي هو لا. فاذا علاش صاحبتي كتاكل الخبز والروز وبطاطا ولي بات وما كتغلطش، وانا بنفس الكميات ولا قل كنغلط؟ اجي اليوم نشرح ليك علاش هادشي كيوقع. اولا خاصنا نعرفوا انه النشويات هو نوع من الكاربس ولا الكربوهيدرات اللي فاش يدخلوا الجسم ديالنا تيتخزنوا على شكل جلوكوجين في جوج المناطق اساسيا، في الكبده ديالنا وفي العضلات. الكبده ديالنا هو عضو اللي الحجم ديالو باين ومحدد، ميمكنناش نبدلوه، فاذا حتى القدره ديال التخزين ديال الكبده ميمكنناش نزيدوها، ولكن العضلات كيمكننا ننميهم ونحسنوا من القدره ديال التخزين ديالهم. داكشي علاش الناس اللي عندهم نسبه ديال العضلات طالعه عندهم واحد القدره ديال التخزين ديال السكر في شكل جلوكوجين عاليه، الناس اللي عندهم نسبه ديال العضلات هابطه عندهم هذه القدره ديال التخزين هابطه. اي زياده كانت في النشويات هي اللي تتخزن في شكل دهنيات. فاذا ماشي النشويات اللي تتغلط، وانما الكميات اللي تتفوت القدره ديالك ديال التخزين، النوعيه ديالها. وثالثا ما نساوش انه الناس اللي عندهم نسبه ديال العضلات طالعه عندهم واحد الحساسيه اكثر لهرمون الانسولين، تيتجاوبوا احسن لهرمون الانسولين، داكشي علاش ما تيخزنوش ليكسيدون دو سوكر على شكل شحمه. داكشي علاش نقول لكم ديما تهلاو في العضلات ديالكم.